قالوا قديما بأن العقل السليم في الجسم السليم، فماذا لو كان هناك تمارين رياضية صباحية تعتمد على إيجابية العقل وطاقته؟ فعلى شاطئ البحر ومع إشراقة شمس يوم جديد تمارس هذه السيدات رياضة اليوغا للاستفادة من مفعولها الإيجابي في الهواء الطلق. إذا كان في عندها إشي شغلة في بالها بتفصل ما بين مشاكلها ما بين حياتها، الضغوطات النفسية تبعتها بتفصل فصل تام عن اللي هي فيه، فبتروح بيتها بتكون هي مبسوطة مرتاحة نفسيا من بس هي العشر دقايق أو الربع ساعة أو اللي غيرته برا في الهواء الطلق. كونها تقنية بتساعد على العلاج النفسي، بتساعد على وصول الشخص السلام الداخلي، بتحول الشخص من سلبي إلى إيجابي، بتحاول تتخلص من الضغط النفسي والتوتر والمشاكل اللي عمال بنواجهها بحياتنا اليومية، سواء كنا يعني عاملين أو ستات بيوت أو شباب أو حتى الأطفال كمان بيحتاجوا رياضة اليوغا. فهؤلاء السيدات يحاولن من خلال رياضة اليوغا وتمارينها التي تعتمد على التنفس السليم مع كل حركة أن يتخلصن من ضغوطات الحياة وما يعانينه بشكل يومي. بعد ممارسة اليوغا الحمد لله يعني صار النفس عندي أحسن والنفسية كتير كتير مرتاحة، يعني خصوصا بالجو هذا وجو البحر عن جد يعني إشي رائع، إشي رائع جدا وكتير كتير انبسطنا. راحة نفسية، كل الريست اللي عندك بتحسه طالع، كل السلبيات بتحسها بتتفرغ، يعني حاجة مريحة جدا وحاجة روعة جدا، والتجربة هذه حلوة كتير جدا عندنا في قطاع غزة إنه إحنا يعني نمارسها، وبتمنى تكون دائما يعني الإشي هذا. تجربة السيدات لرياضة اليوغا في قطاع غزة بحد ذاتها هي بمثابة تحد واضح لكل العقبات المجتمعية والنفسية التي يتعرضن لها. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.